الرئيس السيسي يتابع مشروعات صناعة الحديد والصلب ويوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة. القوات المسلحة تستعد لانطلاق تدريبات النجم الساطع نهاية الشهر الجاري بمشاركة 34 دولة. أوكرانيا تعلن مقتل 3 من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي، وموسكو تعلن البدء في استخدام حاملات مسيرات جوية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، آخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة. أعلنت وزارة الدفاع انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2023 خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من شهر سبتمبر بمشاركة 34 دولة. يعد هذا التدريب المشترك النجم الساطع من أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات التعاون العسكرية وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تم عقدها على مدار 6 أشهر. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة لتأهيل الشباب المصري. في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل. بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل إليه المتدربين، كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحا مفصلا لبرنامج الدورات، وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة
قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريج وزارة النقل وفقاً لرؤية الدولة المصرية من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتي ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات. فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل. تحتفل مصر وروسيا الاتحادية بذكرى مرور 80 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبهذه المناسبة تبادل وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خطابات التهنئة التي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية، وأكد الجانبان اعتزامهما على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتوثيق عرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي. وتعبيرا عن خصوصية هذه المناسبة، فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمات مصر وروسيا 80 عاما، كما تم إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية. وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة والتي تستمر على مدار عام كامل تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية. هذا وتشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا كبيرا في العديد من المجالات. واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 80 عاما مرت على تدشين العلاقات المصرية الروسية التي تشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة مع مرور السنوات. فمن السد العالي وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألمنيوم وشركات الكيماويات إلى إنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس ومساعدة مصر في بناء محطة الضبعة النووية، لا تزال العلاقات تكتسب زخماً جديداً. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي في عام 1943، فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، كانت مصر من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني. واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى باتت أكثر تميزاً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار. وفي ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية، حرص البلدان على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، كما يتشاركان في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب، وأيضاً تحقيق مصلحة مشتركة في دعم
دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية. ترتبط القاهرة وموسكو بعلاقات عسكرية تاريخية على مدار عقود سابقة، ومن أبرز محطات التعاون العسكري بين البلدين في العقد الأخير التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوة الإنزال الجوي الروسية، كما تعددت الصفقات العسكرية المصرية الروسية. اقتصادياً، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021 نحو 3 مليارات دولار، بزيادة تقدر ب 35% عن نفس الفترة من العام السابق. ومثلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في أفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33 من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية. ترتبط القاهرة وموسكو بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية والتعاون المثمر على الصعيد السياحي، فالشوارع والشواطئ والمقاصد السياحية المصرية أصبحت عشقاً للشعب الروسي، حيث احتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس في مصر، البالغ عددهم نحو 1,000,000 سائح عام 2022، ومن المرجح زيادة أعدادهم هذا العام. شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على أهمية إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الشعب الليبي قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. وقال باتيلي إن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، وأن البلاد لم تعد تحت تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، وأشار إلى أن الشعب الليبي يطوق لإجراء الانتخابات. حذرت الولايات المتحدة من أن حوادث استيلاء عدد من المجموعات العسكرية على السلطة في منطقة الساحل الإفريقي ستعيق الحرب ضد الإرهاب. وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس في اجتماع لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تركز على التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء إفريقيا، وتواصل تزويد شركائها الأفارقة بالمساعدات الحاسمة في تعطيل وإضعاف تنظيمي داعش والقاعدة. أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، وأشار إلى تزايد التهديد بشن هجوم. وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان. جاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم، وأن تتجنب أي مفاجأة بشكل عام. في الأثناء، طالبت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة سفراء عدد من الدول بمغادرة البلاد، حيث أمهلت السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد. كما طالب المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بسحب قواتها المتبقية فورا من البلاد. في تطور جديد للمشهد في النيجر، وجهت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة مطالبات لسفراء عدد من الدول بمغادرة البلاد، أبرزها سفير نيجيريا الذي تترأس بلاده المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس. وتأتي تلك الخطوة في وقت تحاول فيه إكواس الدفع بسبل الجلوس إلى طاولة التفاوض مع استمرار وصول الوفود إلى نيامي. وبحسب مراقبين، فإن خطوة المجموعة العسكرية بحق سفير نيجيريا تعني إغلاق الباب أمام مساعي إكواس. وكانت إكواس قد رفضت مقترحا من المجموعة العسكرية بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من سيطرتها على الحكم يوليو الماضي. قائمة السفراء غير المرغوب فيهم ضمت فرنسا التي رفضت هذه الخطوة، معتبرة أن السلطة العسكرية في نيامي لا تملك شرعية اتخاذ مثل هذه القرارات. بالتزامن، أعلنت المجموعة العسكرية في النيجر أنها أجازت لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في البلاد في
حال تعرضت لعمل عسكري خارجي، في إشارة إلى تدخل المحتمل لإكواس عسكريا. وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالية عبد الله ديوب إلى نيامي، ولقائهما مع قائد المجموعة العسكرية عبد الرحمن تياني. يأتي ذلك فيما توجهت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا موليفي إلى نيجيريا وغانا وتشاد في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن في ستتطرق خلال جولتها للأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزة. إلى الصومال، حيث أحبط الجيش هجوما إرهابيا قامت به عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية على إحدى المناطق بإقليم جالجودود وسط البلاد والمحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي كان يتابع عن كثب تحركات العناصر الإرهابية قبل تحقيق أهدافها الإرهابية ضد المدنيين في المنطقة المذكورة. وأشار الجيش الصومالي إلى أن هناك تعاونا بين الجيش والقوات المحلية بالإقليم في عمليات تطهير المناطق الريفية من العناصر الإرهابية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 وسط البلاد. وأوضحت القوات الأوكرانية في بيان أن هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لأوكرانيا، مضيفة أنها تجري تحقيقا في ملابسات الحادث. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأوكراني اعتراض صاروخين روسيين من طراز كروز كاليبر وأربع طائرات مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن قواته نجحت في صد هجمات روسية بالقرب من بلدة فوليدار في منطقة دونيتسك، فيما أعلنت القوات الروسية شن غارتين صاروخيتين و62 غارة جوية. كشفت شركة روسية عن البدء في الاختبارات القتالية لحاملة المسيرات الروسية من طراز الأميرال أبيانوسيتس في منطقة العملية العسكرية الخاصة في سبتمبر المقبل. وقال المتحدث باسم الشركة أنه سيكون بمقدور حاملة المسيرات الجوية أن تحمل على متنها مسيرتين انتحاريتين، ما سيوسع مدى عملهما القتالي. وأوضح المتحدث أن المنظومة الجوية تستخدم بالدرجة الأولى للقيام بدورات جوية وحماية مناطق واسعة تدور فيها العمليات الحربية. وفي حال اكتشاف الطائرة المسيرة لدرونات معادية في منطقة مسؤوليتها، فإنها ترسل مسيرات ضاربة لتدمرها فورا. إلى ذلك، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 ومروحيات Mi-24 تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا. وأضافت المتحدثة أن الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته الروسية الصنع من طراز Mi-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية. وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال تلك بمواصلة الهجوم المضاد سيء الصيت، تستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسية. أعلنت المخابرات البريطانية أن روسيا قد تزيد من جهودها الهجومية على محور كوبيانسك ليمان. وصرحت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية وضع القوات الروسية تحت الضغط في بخموت وجنوب أوكرانيا. وأضافت أيضا أنه مع استمرار أوكرانيا في تحقيق مكاسب تدريجية في الجنوب، ستحاول روسيا استعادة الزمام المبادرة من خلال العودة إلى الهجوم على المستوى العملياتي.
وذلك في كوبيانسك ليمان وأحد الأماكن المحتملة لذلك. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حاكم منطقة بلغرود أن كييف قصفت بلدة أورازوفو بقذائف جراد ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، واتهم المسؤول الروسي أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقودية في الهجوم، فيما تضررت منازل سكنية ومتجرا زراعيا جراء ذلك. أعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو، وذكرت مصادر روسية أن 3 مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها. فيما أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم. قصف وضربات متبادلة بينما تسيطر حرب المسيرات على الأوضاع، هكذا هو المشهد بين موسكو وكييف بعد أن اعتادت الأخيرة توجيه ضرباتها لتصل داخل الأراضي الروسية. وأعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو، وذكرت مصادر روسية أن 3 مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها. من جانبه أشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة إسترا في موسكو وفي شبه جزيرة القرم التي تصاعدت فيها المواجهات مؤخرا. أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في حين أفادت أنباء بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات. مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية أكدوا أن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات الروسية وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم. وأضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وأعلنت الولايات المتحدة دعمها للهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود باعتبارها منطقة منزوعة السلاح. أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق ثنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تمنح إلى كييف لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية. وفقا لإرماك، فإن الضمانات الأمنية الثنائية التي يتعين على أوكرانيا أن تتلقاها الآن من شأنها أن تجعل البلاد أكثر أمنا حتى قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلنطي. وأصبحت كندا الدولة الثالثة في مجموعة 7 بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي بدأت معها أوكرانيا المحادثات ذات الصلة. أعلنت نيوزيلندا أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين. وستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من العملية العسكرية في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة قبل 15 من مارس من العام المقبل، وذلك حسبما قال وزير الهجرة النيوزيلندي. وأوضح الوزير أنه تم تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة. في هذا الإطار لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة، ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص داخل نيوزيلندا ولا إثبات امتلاكهم لكميات محددة من المال. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تايوان تتهم الصين بإرسال عشرات الطائرات والسفن نحو الجزيرة عقب موافقة واشنطن بيع أسلحة لتايبي.
اتهمت الولايات المتحدة بكين وموسكو بعرقلة صدور رد موحد لمجلس الأمن الدولي على إطلاق صواريخ وأقمار اصطناعية من جانب كوريا الشمالية. وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بهذا الصدد، قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إنه منذ بداية عام 2022 لم يفي المجلس بالتزاماته، وذلك بسبب عرقلة الصين وروسيا. وخلال اجتماع مجلس الأمن أدان 13 من أصل 15 عضوا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة محاولة بيونغ يانغ الثانية خلال 3 أشهر بوضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جانغ شوانغ الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية. وقال شوانغ إن الحل النهائي لقضية شبه الجزيرة الكورية يعتمد على التفاعلات السلمية بين الدول الكبرى وبيئة إقليمية جيدة. وأشار إلى أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية استخدمت دول محددة قضية شبه الجزيرة الكورية كذريعة لإثارة التوترات عمدا وإدخال شبه الجزيرة في استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التحالفات والشراكات، بالإضافة لزيادة تواجدها العسكري في المنطقة بشكل يعرض المصالح الأمنية الاستراتيجية لشبه الجزيرة والدول المجاورة للخطر. أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين أرسلت عشرات الطائرات والسفن نحو الجزيرة. جاء ذلك بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 32 طائرة تابعة للجيش الصيني وتسع سفن تابعة للبحرية خلال 24 ساعة. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات عسكرية من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي. وذكرت الوزارة في بيان لها أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إيزومو والمدمرة ساميدار شاركتا في التدريبات التي جرت أمس الأول في بحر الصين الجنوبي. وأكدت أن السفينتين اليابانيتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى الخميس المقبل. يأتي تدريب الدول الأربع بعد أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد قارب عسكري فلبيني بالقرب من منطقة ساكان توماس التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي من هذا الشهر، وذلك بحسب وكالة كيودو. اجتاحت الأعاصير والعواصف الرعدية ولاية ميشيغان الأمريكية مما تسبب في مصرع 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور. كما قامت السلطات الكندية بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها وذلك بسبب حرائق الغابات. التداعيات السلبية للتغيرات المناخية طالت قارات العالم وباتت معاناة عدد من الدول جلية للغاية. في الولايات المتحدة اجتاحت أعاصير وعواصف رعدية شديدة عددا من الولايات من بينها ولاية ميشيغان مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور. إدارة الطوارئ بمقاطعة إنجام أكدت أن الإعصار المصحوب برياح قطع الطريق السريع متجها إلى جنوب غربي لانسينغ متسببا في انقلاب السيارات ومصرع وإصابة أشخاص، ومن ثم تم إعلان حالة الطوارئ للمساعدة في توصيل الموارد إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن. في الأثناء، المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن في أحدث إشعار له أن العاصفة المدارية فرانكلين التي تقع على بعد كيلومترات جنوبي برمودا اشتدت قوتها، كما أنه من المتوقع أن تزداد قوة فرانكلين بشكل كبير خلال الأيام المقبلة وستتحول بعد ذلك إلى إعصار بحسب هيئة الأرصاد الجوية بمدينة ميامي.
وفي ذات القارة الأمريكية، أمرت السلطات في كندا بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها بسبب حرائق الغابات، وهي منطقة يقطنها نحو 4000 شخص وتقع على بحيرة جريت سليف. وأمرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الجميع في المدينة، بمن في ذلك العمال الأساسيين، بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات. وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق، وفي الأيام الماضية اضطر أكثر من 50,000 شخص، بمن في ذلك جميع سكان يولو نايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، للفرار من منازلهم. تواجه أكثر من 12 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تدقيقاً قانونياً غير مسبوق، حيث يفرض قانون الخدمات الرقمية الشامل التابع للاتحاد الأوروبي قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية. ستواجه مجموعة من عمالقة الإنترنت بما في ذلك منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ومتجر تطبيقات أبل التزامات جديدة في الاتحاد الأوروبي، سيشمل ذلك منع المحتوى الضار من الانتشار أو حظر أو تقييد بعض ممارسات استهداف المستخدمين، بالإضافة لمشاركة بعض البيانات الداخلية مع المنظمين والباحثين المرتبطين بهم. في كوريا الجنوبية تجمع محتجون في سول لمطالبة الحكومة باتخاذ تدابير لتجنب ما يخشون أن تكون كارثة تلوح في الأفق نتيجة لتصريف اليابان مياه معالجة ملوثة بالمواد المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر. بدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما في شمالي طوكيو في البحر يوم الخميس الماضي، على الرغم من الاعتراضات في الداخل ومن الخارج من مجتمعات صيد الأسماك وغيرها بسبب القلق من التداعيات البيئية لذلك. وتقول اليابان ومنظمة عالمية إن المياه آمنة. قدمت مبادرة 100 يوم صحة 160,408 خدمة تشمل جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة في جميع محافظات الجمهورية. ووفقا لبيان وزارة الصحة والسكان، فإن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل 921 طفلا، فيما قدمت 21,045 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 5,704 مواطن. تواصل كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالياتها بالمحافظات، حيث تم بناء عدد من المنازل للمواطنين وتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والأكسسوارات وأعمال التطريز. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. كما أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف كراتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المنيا. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع شنط مواد غذائية على 500 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة 70 من متطوعي التحالف. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
النهارده بنوزع 500 كيس مواد غذائيه على اهالينا المستحقين بقريه الفردان وقريه الحجاز وبعض المناطق داخل مدينه اسماعيليه، وبنقوم بتوزيع بعض المستلزمات المنزليه، مراتب وثلاجات وبوتاجازات على بعض الاسر بالاسماعيليه. نظمت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا توعويا ل200 طالب من طلاب المدارس والجامعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب. البرنامج شمل زيارة ميدانية لمشروعات قرية الأحراز، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية. تضمنت الزيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بالقرية، أيضا التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات. كان دورنا ان احنا نستقبل الشباب اللي جاي ونعرفهم بالقريه وبالتطورات اللي حصلت اللي فيها، ونفهمه اليوم النهارده هيمشي ازاي ان شاء الله. احنا استفدنا من التدريب، يمكن احنا دخلنا الاكاديميه الوطنيه للتدريب، خدنا تدريب عن تسويق الذات، عرفنا ازاي ان احنا نزوق نفسنا، ازاي نحفز نفسنا ومحدش يقدر ياثر علينا بالافكار المغلوطه او بالافكار السلبيه، ان احنا ازاي ان احنا نفكر تفكير ايجابي، وان احنا نقدر نستثمر نفسنا وطاقتنا وجهدنا في ان احنا نقدر ان احنا نعمل شغل على واقع الارض ونقدر نساعد الناس. يمكن اكتر حاجه احنا بنحس فيها ان احنا مبسوطين، او ان احنا كده ان احنا نشوف الناس مبسوطه وبتضحك. وحتى كمان احنا النهارده في زياره ميدانيه في قرى حياه كريمه في محافظه القليوبيه، القرى احنا لما بنخش مثلا في قريه بنقدر نشوف المشروعات اللي هي حياه كريمه بتنفذها على الواقع، من صرف صحي لخدمات صحيه لمشروعات كهرباء لمشروعات غاز طبيعي. يمكن المشروعات ديت هي مشروعات خدميه بتمس المواطن من الدرجه الاولى، ان هو بتقدر توفر له البنيه التحتيه ان هو يقدر يعيش حياه كويسه، ويبدا ان هو يشوف البلد ازاي بتساعده، ويشوف الخدمات والمشروعات اللي بتقدمها له بتخفف الاعباء عليه. النهارده في خامس يوم للتدريب في احدى قرى حياه كريمه. التدريب بصراحه كان مثمر جدا، خدنا محاضرات عن تسويق الذات وعن تخطيط الاهداف وعن الذكاء الاصطناعي. بجد المحاضرات كانت غنيه جدا بالمعلومات، وكان بتطرح تساؤلات كتيره في دماغنا. هي مش بس بتدينا معلومات، هي كمان بتاهلنا ان احنا نعمل سيرش ونبحث اكتر عن المعلومات دي عشان نوصل لمعلومات اكتر. استفدنا جدا بالتدريبات والمحاضرات، وكان المحاضرين يعني عاملين مجهود اكثر من رائع. بالنسبه لرابع يوم كان زياره المتحف القوات الجويه، ده كانت زياره عسكريه. بالنسبه لخامس يوم النهارده احنا دلوقتي في قريه الاحراز التابع لمحافظه القليوبيه. حضرتك احنا دلوقتي يعني شفنا تطور كبير في القريه، شفنا صور قبل القريه وبعد ما دخلت حياه كريمه. حضرتك عملت تغيير شامل في القريه، زي مثلا عملت الوحده الصحيه، مكتب البريد، نقطه الاسعاف، نقطه الشرطه، يعني تطور كبير. شهد مسرح محكى القلعة انطلاق فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الموسيقى، وذلك بحضور جماهيري كبير. تتواصل الدورة الحالية لمهرجان القلعة على مدار 14 يوما حتى الخميس من 7 سبتمبر، لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة. على عادهم كل عام يلتقي عشاق فن الغناء الراقي بمحكى القلعة، حيث كوكبة من كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي. النجاح الجماهيري المتتالي لمحكى القلعة جعل منه أحد أهم المهرجانات الفنية بالمنطقة العربية كلها، حيث يحرص كل عام نجوم الغناء على المشاركة بالمحكى وسط أجواء ساحرة تغلفها الأسوار والمواقع الأثرية لقلعة صلاح الدين. المهرجان ده يعني كلنا بنبقى مترقبينه، لأن الجمهور الجميل دوت ما بنشوفوش إلا في مهرجان القلعة، والأعداد الكبيرة دي والأسرة الجميلة. يعني أنا يعني فرحتي عظيمة بأن أنا بقى شايف أسر كاملة بأطفال بأب بأم وجيران. الحقيقة هي دي الليالي اللي تستحق ان احنا نتعب من اجلها كتير. قبل ما يبتدي المهرجان شايف النجاح، وشايف الاقبال الجماهيري الكبير جدا، وشايف كمان دوركم كاعلام. طبعا بنشكركم يعني على كل هذا العمل الجاد، ويعني اتمنى للجميع والجميع الفنانين حفلات موفقة جدا، وتوصل للجمهور وتقدم له انواع كتير مختلفة من الموسيقى،
في خلال دورة واحدة، وهو ده اللي بيساعدنا كفنانين يعني. الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما من الجمعة 25 من أغسطس حتى الخميس الموافق 7 من سبتمبر، لتضم العشرات من الحفلات المتنوعة. استعدادات مكثفة لمحكى القلعة، حيث تم زيادة عدد الحضور إلى 5000 مقعد، إلى جانب نشر الشاشات الضخمة لنقل العروض تيسيراً على الجمهور. الدورة النهاردة والسنة دي مختلفة جداً، إحنا الحمد لله في تطور بقالنا فترة، شكل الحفلات بقى مختلف، شكل المهرجانات بقى مختلف، فأتمنى النهاردة يا رب يكون الحفلة على قد المستوى افتتاح يليق بالدورة 31 وبجمهور القلعة وبمهرجان القلعة المتعودين عليه كل سنة إن شاء الله. جو حلو بصراحة، يعني الدنيا مش زحمة زي ما كان من سنتين، فالدنيا كانت لذيذة وإحنا داخلين التيكتس جبناها بسرعة وما كانش في أي زحمة بصراحة. الأجواء لطيفة جدا وبصراحة تنظيم لطيف ومحترم، وفكرة حتى الباصات اللي بتنقل الناس من أول البوابة لحد دخول هنا فكرة لطيفة وحلوة، يعني عشان الناس حتى ما تتعبش إن هي توصل لحتى الستيج وكده. هو السنة دي مختلف شوية، في يعني في نظام أكتر، في حاسة في إقبال أكتر عن المرات اللي فاتت، بس وأنا أصلا جاي لمدحت صالح، أنا بحب مدحت صالح جدا يعني. المهرجان بمثابة معزوفة متناسقة تضم النغم الأصيل والجمهور الزواق ومشاهد التاريخ، كل في مكان واحد ترنو إليه الجماهير شباب وعائلات للاستمتاع بليالي القاهرة الساحرة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ومن الغناء والموسيقى إلى الاقتصاد، وموعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة 9 والتفاصيل مع رجاء رمزي، تفضل. شكرا إلهام، شكرا محمد. شاهدين أخبار المال والأعمال، نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه، وذلك لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية لا علاقة لهيئة البريد بها مطلقة، مشددا على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بهيئة البريد، محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة والتي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي والمرتقب بشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. ارتفع مزيج برنت بنسبة بلغت 1.2% ليصل إلى 84.33 دولار، وذلك للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.2% يصل إلى 79.98 دولار للبرميل. كما ارتفع أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 4.43% لتصل إلى 3.26 دولار للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.83% مسجلة 2.54 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى الأداء في سوق النفط العالمي الذي تباين مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وأيضا أزمة متحور كورونا. في الوقت ذاته أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أكد أن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة، وذلك في الفترة المقبلة.
تواجه أسواق النفط العالمية العديد من الرياح المعاكسة على جانبي الطلب والمعروض في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات، مع استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة متحور كورونا التي ظهرت في بعض الدول، بجانب إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط من إجمالي 129 مصفاة في الولايات المتحدة. هذا وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع صعود أسعار الديزل الأمريكية وانخفاض عدد منصات حفر النفط واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا الأمريكية والتي تبلغ طاقتها 596 ألف برميل يومياً. من ناحية أخرى، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت في أغسطس عدد منصات النفط النشطة للشهر التاسع على التوالي، كما توقع بنك مورغان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال بقية هذا العام، لكنه يتوقع تباطؤ الطلب في عام 2024، مما يؤدي إلى زيادة متواضعة في المعروض في أوائل العام المقبل. هذا وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في الولايات المتحدة. ويتوقع عدة محللين أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تبلغ مليون برميل في اليوم لشهر ثالث على التوالي لتشمل أكتوبر المقبل. أكدت شركة النفط العالمية الكبرى بريتش بتروليوم أكدت على ضرورة أن تقوم دول العالم بالاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة، وذلك لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأضافت الشركة أن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة وأيضا التحول إلى الفحم. كشفت دراسة ألمانية حديثة أنه لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة، وذلك في قطاع الفنادق والمطاعم في ألمانيا. وأعلن معهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة، وذلك في مهن الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال. وفقا للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني. بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات، وذلك لدعم قطاع الأسماك عقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بعدما بدأت طوكيو تصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في البحر. تدرس الحكومة اليابانية إقامة مصانع للمأكولات البحرية في اليابان، وأيضا إنشاء قنوات بيع مختلفة، وذلك للتعامل مع أثار قرار الصين التي تعد المستورد الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية، حيث بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار. ذكرت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، ذكرت أن السوق الصينية بشكل عام واعدة بالنسبة للمنتجات السمكية الروسية. وأشارت الهيئة الروسية أنها تأمل في زيادة عدد الشركات والسفن الروسية المعتمدة، وأيضا حجم المنتجات ونطاقها. يأتي ذلك في وقت حظرت فيه الصين بالفعل بعض واردات المواد الغذائية من اليابان بسبب مخاوف بشأن خطر التلوث الإشعاعي بعد أن بدأت في إطلاق المياه المعالجة. أكد وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام الجاري بلغت 2.5% أو أكثر. وقال وزير المالية الروسي أن نسبة النمو العام الماضي انكمشت لتصل إلى 2.1%، لكن من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة تصل إلى 2.5% أو أعلى هذا العام.
وتوقع سيلوانوف استمرار التضخم عند مستوى 6% مع التنسيق مع البنك المركزي، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها. أعلنت هيئة قناة بنما اعتزامها تقييد حركة الملاحة، وذلك لمدة عام كامل بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية ما بين المحيطين الأطلنطي والهادي. وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبي الهادئ والأطلنطي وذلك إلى مستوى القناة أو تنزلها إلى مستوى البحر. منذ 30 من يوليو عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية عمدت إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 سفينة إلى 32 سفينة فقط. مشاهدينا نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى إلهام ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجاء. إلى الهند، حيث لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون جراء نشوب حريق في قطار بولاية تاميل نادو. وذكرت هيئة السكك الحديدية أن سبب الحريق هو سخان غاز اصطحبه أحد الركاب بشكل غير قانوني داخل القطار، ما أدى لنشوب الحريق في إحدى العربات. وكشفت مصادر إعلامية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما سيتم صرف تعويضات مالية للمصابين وأهالي الضحايا. انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا بما فيها مطار نيروبي الدولي. وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد. أضافت الشركة الكينية أن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، ولكن الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا ثاني أكبر المدن الكينية كانت لا تزال دون كهرباء. وفي مطار جومو كينياتا بنيروبي، أحد أكثر المطارات الأفريقية ازدحاما، كشفت سلطة مطارات كينيا أن مولدا يخدم المباني الرئيسية لم يعمل بعد انقطاع الكهرباء. والآن مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، يستعرضها لنا مرة أخرى رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا محمد، شكرا إلهام. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. حصد منتخب مصر للمواي تاي 3 ذهبيات و 2 فضية بالإضافة إلى 7 ميداليات برونزية حتى الآن في البطولة العربية. البطولة تقام في طرابلس بليبيا بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية. المواي تاي لعبة تنتمي إلى جنوب شرق آسيا يطلق عليها الملاكمة التايلاندية، حيث تتنوع فيها أنماط الاشتباك. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد السعودي لكرة القدم أن السعودية ستستضيف كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع ما بين نادي الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في يوم 15 سبتمبر المقبل. يخوض نادي الأهلي كأس السوبر الأفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض اتحاد العاصمة المواجهة باعتباره بطلا لكأس الكونفدرالية. من المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد، ذلك حسب ما أوضح الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي وذلك على شبكة الإنترنت. ونتحول إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريمير ليج، حيث
استغلب توتنهام على مضيف بورنموث بواقع هدفين لصفر ضمن الجولة الثالثة. سجل جيمس ماديسون الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 17 قبل أن يضيف ديجان كلوسفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 63، لذلك يرفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات دون تلقي أي هزيمة. في مباراة أخرى يحرم فولهام مضيفه أرسنال من تصدر الترتيب مؤقتا بعد تعادله بهدفين لكل، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا وبفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات. وإلى مانشستر يونايتد الذي قلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 أمام ضيف نوتنغهام فورست في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد. تلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد نوتنغهام عند 3 نقاط يحتلون بهم المركز 13. أعلن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسميا أنه سيسافر غدا إلى روما لتوقيع عقود انتقاله للنادي الإيطالي. حسب تقارير إعلامية فإن روما سيضم اللاعب بنظام الإعارة بقيمة 5 ملايين يورو مع عدم وجود خيار أو التزام بالشراء. أعلن نادي أنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أعلن عودة التشيلي الدولي ألكسيس سانشيز إلى صفوفه قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي. عاد سانشيز للفريق الذي رحل عنه في العام 2022 في صفقة انتقال حرة، ووقع عقدا حتى العام 2024، ذلك بعدما شارك في 44 مباراة مع مارسيليا سجل فيهم 18 هدفا الموسم الماضي. لعب سانشيز صاحب ال 34 عاما في صفوف برشلونة، أرسنال وأيضا مانشستر يونايتد. نهاية أخبارنا الرياضية مشاهدين، عودة مجددا إلى إلهام ومحمد فريق. رجاء رمزي شكرا لك. أقلعت مركبة دراجون في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حاملة 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. سيقضي طاقم المهمة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، حيث سيجري أفراده تجارب علمية. وانطلقت المركبة من مركز كندي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة بحضور نحو 10,000 شخص تجمعوا لحضور عملية الإقلاع. Nominal power and telemetry. والآن مع أخبار الطقس والأحوال الجوية يستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة رجائي إليك مرة أخرى. شكرا محمد، شكرا إلهام. مشاهدينا توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية مشاهدينا أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 25، الإسكندرية 31، 24، مطروح 31، 22، بورسعيد 32، 25، الإسماعيلية 36، 24، أما محافظة
السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 23، العريج 33 23، طابة 36 25، شرم الشيخ 40 30، الغردقة 40 29، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 45، الصغرى فيها 27، أسوان 45 29، الوادي الجديد 46 27، شلاتين 41 31، حلايب 36 29. ولأننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. لأن مشاهدينا أترككم واللقطة الأبرز لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع مشروعات صناعة الحديد والصلب ويوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة. القوات المسلحة تستعد لانطلاق تدريبات النجم الساطع نهاية الشهر الجاري بمشاركة 34 دولة. أوكرانيا تعلن مقتل 3 من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي، وموسكو تعلن البدء في استخدام حاملات مسيرات جوية. انتهت مشاهدينا نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع الإعلامي والزميل يوسف عبدين. مساء الخير. اهلا بك يا الهام. مساء الخير. مساء الخير يا محمد، منورين. نورك. حلقه النهارده اكيد مميزه وفي فقرات متابعه لاحوال الشارع المصري كله. ده حقيقي، حلقه مهمه وفيها موضوعات كتير. هنبدا بالموضوع اللي تم مناقشته في نشره الاخبار، كان اول خبر معانا بتوجيهات رئاسيه،
ومعانا فقرات مهمة كتير جدا بتتعلق بالأحداث اليومين اللي فاتوا، سواء البريكس أو مهرجان الدراما والعديد من الفقرات الهامة بالأسرة المصرية كمان. بالتوفيق إن شاء الله وحلقة موفقة. شكرا لك إلهام، شكرا محمد، وشكرا كل صناع التاسعة. ولحظات مشاهدينا ونبدأ مع حضراتكم التاسعة.